مشاهدي الكرام، مرحبا بكم من جديد في طرائف من طرائف الكرة القدم المغربية أو طرائف الرياضة بصفة عامة. نلتقي مرة أخرى بالزميل محمد شروق، محلل قناة أنفاس بريس. سي شروق، مرحبا بك. مرحبا سي بوستا، كاين شي طرائف جديدة عاوتاني؟ وتبارك الله، كاين خير. كاين سالينا بميطا علاش ما كملاتش، غادي نديرو الطرف الثاني و بغينا نعرفوا الكار علاش ما جاش من فاس. القضيه ديال الكار ما جاش في اطار الشده ما بين الوداد والرجاء. الوداد كيقولوا ميقا، الرجاء تيقول علاش ما الكار ما جاش من فاس. هاد القصه اللي كترجع للموسم ديال 72 73. اولا كانت المغرب الفاسي كان غادي يدي البطوله، يعني لاقى في يديه، وكان قبل ما يلعب مع الوداد لعب واحد المباراه ضد اتحاد سيدي قاسم. اتحاد سيدي قاسم بما يعني في هذيك الفتره واحد السلطة والوفود على الرئيس ديالها اللي كان في هذيك الوقت. والوداد كانت تنزل القسم الثاني، ولكن كتحتاج اشكال، ولا كتحتاج 4 نقاط، ما كتحتاجش 3. يعني واخا تربح المغرب الفاسي خصها 4 بوان، وغادي تربح المغرب الفاسي وغادي تطيح. فلهذا كانت الوداد محتاجة 4 نقاط. والمغرب الفاسي ما جاوش. المغرب الفاسي ما جاوش احتجاجا، لما تيقولوا هما بان احتجاجا على التحكيم اللي كان مع ضد اتحاد سيدي قاسم. كتبقى هذا المبرر واش منطقي مقبول ما مقبولش، ولكن المهم في هذه القصه كلها هو ان الوداد ما نزلاش، ربحات خذوا 4 بوان وبقاو في القسم الوطني الاول. يعني كاينه هي قصه واقعيه في التاريخ الرياضي، ماشي غير لا ماشي 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 قصه خياليه، هادشي هادشي واقع. والدليل هو ان الزميل محمد التويجر الصحفي في الاذاعه الوطنيه في الكتاب اللي داروا على الراحل حميد الهزاز راه تكلموا، الكتاب راه فيه هذه القصه وكيتكلم على حميد الهزاز الله يرحمه الحارس الكبير. يعني ماشي قصه ديال الخيال، قصه واقعيه. وان الوداد ما كانش خصها تنزل القسم الثاني، محتاج 4 نقاط، ما كاينش حل. ودابا الجميل في القصتين في ميطا ولا الكار هو ان الجمهور نبش في التاريخ، ولا تنبش في التاريخ يعني تيقلب، لان سي بوستا هذا الشيء ما كانش في واحد الوقت. دابا انا متبع الكره من اواسط السبعينيات، ما كانش راه حتى مع هاد شبكات التواصل الاجتماعي الناس بدات كتبحث في الارشيف، وخاصني نشد فيك انت رجاوي ولا ودادي، ولا ودادي وانت رجاوي، خاصني نشد فيك. باش نشد فيك خاصني نقلب لك على التاريخ ديالك، على الماضي ديالك. كما ربما بحال قضيه الاشخاص، شي واحد كان في واحد فتره، كان في واحد الشكل يعني ماشي هو هذاك، الناس ولا لاباس عليه ولا كيبان. وكاين حتى في، بغينا نبعدوا شويه، حتى في امريكا في الانتخابات الامريكيه، في مرشحين انتخابات رئاسه امريكا راه تيقلبوا لهم على الماضي ديالهم، وشحال من واحد انسحب وما بقاش تقدم الانتخابات، علاش رجعوا ليه الماضي ديالو ولقاو فيه شي حوايج ماشي هما هادو. يعني ولكن هادشي كله خاص يبقى في اطار الشدان، روح رياضيه، شد فيا نشد فيك. ما كاين قلنا في حق اللي فاتت، يعني هادشي بعيد عن اي تعصب ولا اي تعصب لهذا الفريق ولا هذا الفريق. شكرا شي شروق، وفي طريفه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، نلتقي مع شروق في طريفه من الطرائف الرياضه الوطنيه. الى اللقاء.